ماك دو ويكاند مع خولة الخلصي. مرحبا بكم جديد معنا في لو ماك دو ويكاند. وزنا معكم حتى نص النهار. هذه ساعتنا الثانية وساعتنا الثانية نبداوها مع محبوب الجماهير. وين ماك نجيت؟ ماك نجيت وما جبت ليش الشرمولة. شو بدا اليوم؟ سمعوه أنا قلت لك يعني وعدتنا بقداش من الشرمولة؟ بس أنا ما نحبش الشرمولة بزاف. أنا قلت لك راني حق نحن نعمل دوينة معاه ما نحبش الشرمولة بزاف. لا لا طيب هالشيف مش بنينة. قاعد نحضر لك في صندوق فيه الأنواع نتاع الماكلة. صندوق في كل حاجة ما جبتهاليش نعطي لك في الصندوق هذاك. قداش من حاجة بما فيهم البيريكس في الليستة طويلة. أي ماركة ما عادش نسميها. يا شيف شاحوين الحمد لله سافا سافا رجعنا ضعف الشيف. اي والله ضعفت شيف. انا ديما 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 رمضان ديما رمضان انا اللي لاحظته اللي هو من اضعف الشيف في تونس. اي لا رمضان رمضان بالحق ضعفني بالقدا بالقدا حكم الخدمه والتورناج في الليل. انت تحب ماكلتك شيفتك كلها ماكلتي ما نقليش جمله بون هو انا راه كي تجي تشوف والله يا خوله انا ناكل لما كنت ناكل شكون من عنية تخلي نهار كامل ما كلت مالك راني عطيتك سؤال في بيش تحب ماكلة ركز ركز يا شيف جاوب عليه قال هو ماكلش ماكلش أنا مانيش وكيل ما ناكلتش معناها عرفت هكا الصباح كي عمتين عظم مع طرف هريسة عادي ناخد بيهم نهار كامل حتى لليل. أي هو الشيف طيب الريحة تشبع سبيسياليتي تالينا ما يحب التونسي أي تحب التونسي شوية كيف تيجي عملنا حاجة أوه دورها الأمنة فين المدام ما كواليت شيف أنت ما قعدنا فيها أمنة كيف تيجي ودار لي انا تحيه الهجن نسلم على هجن اللي تسمع فينا عايشك بي الوغ عندنا المنيو نتاعنا نتعدوا للمنيو نتاعنا مع شيف دالي اليوم احلى دباره مع شيف دالي عبودة. شيف دالي عبودة دونك عندنا سلطه بسبيس وجناريه عندنا غراتان بتنجان عندنا سباغيتي بالكعبر وعندنا تيراميسو فريز وبيستاش. فوالا دونك اول حاجه باش نبداو بها اللي هي سلطه البسبيس باش ناخذوا كعبتين نتاع بسباس باش نضافوا بالقدا بالقدا ومن بعد يتقصوا اون جوليان ماذا بينا البسباس ديريكت بعد ما نقصوه ينحطوه في شويه ماء وقارص ويلا ديريكت نحطوا له القارص ونخلطوا ونفوحوا السلايطه نتاعنا. كعبت الجناريه زاده كيف كيف باش ناخذوا كعبت الجناريه تتقشر وتنضاف باش نخليوها هنايا ماهيش نظيفه ماهيش طايبه تتقص بالقدا حتى هي اون جوليان وزاده كيف كيف حتى نحطوا لها القارص باش ما تكحلش. اوكي باش ما تكحلش هذوما الكل باش يتخلطوا بالقدا باش نزيدو كعبات توما صغيز وكعبه بصل تبدا مقصوصه جيده جيده على الاخر هذوما الكل باش يتخلطوا بالقدا تفويحه كيما خلنا 10 قارص زيت زيتونه ملح فلفل اكحل وشويه خل. كي نحبوا فوق السلايطه هذيا نحطوا شويه كبده نتاع الدجاج. كان عندنا كبده نتاع الدجاج كيف كيف نفوحوها ونشويوها نخليوها تبرد شويه ونقصوها نحطوها فوق سلطه الجناريه. دونك مارياج ياسر بنين بين البسباس والجناريه وكبده الدجاج ونعرفوا زادة كيف كيف المنافع نتاع كبدة الدجاج برشا منافع دونك هذاك علاش باهي للكبار وللصغار. من بعد عندنا غراتان تاع بدنجيل. غراتان بدنجيل كي نحبوا نعملوا كعبات البدنجيل نتاعنا في الفور بعد ما نحطوا لهم شويه ملح من فوق يسيبوا كل الماء نتاعهم وندخلوهم للفور. سينو احنا نهار السبت ما ايما ديما نبلبزوا فيها في الميكرو شايف في الميكرو شايف شايف في الميكرو دونك نعملوها ما عادش البير لا مو بعد في الميكرو دكتوره لا 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 الميكرو دونك امنا نهار السبت احنا متفاهمين نبلبزوا فيه المنيو نتاعنا نهار لحد ذاك مع الدكتوره امورنا واضحه. دونك اليوم نعملوا غراتان بالدنجيل تاع بالدنجيل مخلي علاش حتى باش نقول لك باهي غراتان هو صحي بنين المخلي هو بنته مخلي في الزيت. دونك غراتان بالدنجيل كيما قاعدين نشوفوا فيه هذا باش ناخذ البدنجيل نتاعنا كيما قصوهم دي رونديل كيما هذاك نحطوهم في وسط الفرينه ونقليوهم في الزيت. اوكي هكا خلنا نسمعك الدكتور غدوه نمشي حاجه في الفرن غدوه نشويوهم غدوه نشويوهم هنذكر الناس اللي تسمع فينا لي زوديتور نتاعنا خاطر احنا عندنا ايكيب سامدي وايكيب ديماش والايكيب ديماش عندنا فيها الدكتوره عندنا فيها الدكتوره هذيك سانت بالبيس امبوسيبل الشيف دالي يعمل هل يعمل في نهار السبت دونك نهار السبت فارينا ومقلي والدنيا يصير الساعه ساعه راهو حتى عنده طبعا عندك حق في مع دكتوره نلعب مين احنا نهار لحد ما نلعب من لحظه مع الدكتوره كل شيء مريقل دونك نهار سبت الشيف يتحول لازم في جديده فينا كان مش يخليها طيب شنقول انا غدا شنقول دونك مخليه في الزيت نخليهم يرتاحوا بعد نحضروا كبتيت صوص طماط نتاعنا اللي تكون صوص طماط فريشكه طماطم فريشكه نطيبوهم كي نحبوا كعيبه تاك طماطم في الماء نقشروهم نرحيوهم نزيدوهم شويه حبق وشويه ثوم ونطيبوهم بشويه بشويه على النار هاديه مع وريقه نتاع رند شويه ملح وفلفل اكحل وبعد نبداو نعملوا فرشه بفرشه فرشه من لوطه صوص طماط بعد بدنجيل بعد جبونات اللي عندنا شويه غوي ولا بارميزان ولا موتزاريلا ولا اللي هو وبعد كيف كيف فرشه اخرى نتاع بدنجيل وفرشه صوص طماط وفرماج وهذوما كل يدخلوا للفور.
فرشة قصلك شخيل بتاع اليوم مش نسمع غدا للدكتورة هالفرشة انا مش نحامي على الشيف راهو ميزة باه اللي الوحدة مقلية والبتنجان ميسير خاطر البتنجان أبسغب القراء واحدة تفلسفة دونك ميزة باه حكاية المقلية الحقش فيها طماطم صحية التجبن مش حاجة خايبة وي ولا عنده حق الشيخ مش مضعريجي والله والله ريت خولة نرمال موري أنا بحذي يعني والدكتورة من غير أي 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 طبعا نعملو حتى نجربوها نجربوها هكا كان مش نعطي روسيتي إمنا هكا سينو نتعدي وللدكتورة يا دكتورة هكا أنت متأكد دي إمنا ديما تحامي عليك مستأكد تبخو لغيسك اللي إمنا تحامي عليك وديما هذيك عشرة لا كي نبدأ وهكا وحدنا ما نحميش عليها ما كي بدأ معنا حد ثالث في الزابل على الخضر جست غريي ولا غريي وناخذك الفرماج سونسيل وتبدا امورنا منظمه على اللي هو ذاك الشيء يعمل مع الدكتورة ويجيب الغسيت وي هو ساعات تبدل في اثنين في الاسانسور عندنا بعد في البلا برينسيبال عندنا مخرونه بالبوليت باش ناخذوا اللحم مفرومه نتاعنا باش يتفوح بشويه بصل شويه ثوم شويه ملح وفلفل اكحل شويه فلفل زينه ولا عندك الفلفل المهروش هذاك زاد كيف كيف يتخلطوا بالقدا بالقدا ونحضروا كعبرات نتاعنا كي العاده صوص الطماطم نتاعنا تكون طماطم فريشكه كالبولي الحكوك هذوك وين ناخذوا طماطم فريشكه نعملوها وحدنا باش نزيدوها مغير فم تاع طماط دوبل كونسونتري ملح فلفل اكحل شويه ثوم احبق وشويه رن نخليهم يمشيوا سله سله بشويه بشويه ومن بعد نحطوا اكل الكعبرات نتاعنا نعم نتاع اللحم ونصمتوا المكرونه نتاعنا استيوز ديما المكرونه ما بردوهاش ديريكت من الماء سخون للسوستومات ونخليها تكمل تشرب الصوص نتاعها وتبدا مكرونتنا بنينه ما عاد نزيدوها التشخشيخه نتاع فرماج من فوق باه نتعديو من بعد الديسير عندنا تيراميسو فريز باش ناخذوا 5 كعيبات نتاع اصفر عظم عليهم 120 غرام سكر عليهم ساشي سكر فاني هذوما الكل باش يتخلطوا بالقدا بالقدا بالفوي لين تطلع يولي الاصفر نتاع العظم خلط بالقدا بالقدا ومن بعد باش ناخذوا 500 غرام تاع كريم فريش البو هذاك نتاع 500 غرام باش نزيد عليه 250 غرام ماسكربون ماسكربوني هذاك الحكه كيما اللي موجوده تبيع في لي غران سيرفاس باش يتخلطوا مع بعضهم زاده كيف كيف وبعد بسباتول هذا وهذا باش نخلطوهم بشويه بشويه باش نطلعوهم بشويه بشويه من بعد باش ناخذوا الصحيفات نتاعنا ولا كيسين لي فيغين كيما قاعدين نشوفوا فيهم توا عندنا جو دو فريز الفريز نتاعنا باش نرحيو نزيدوه شويه ماء وعندنا لونغ دو شا وعندنا الكريمه هذه وعندنا زيد كيف كيف كعيبات بيستاشي يبداو مرحي الفريز نزيدوه سكر كي نحبوا نزيدوه سكر نقصوا السكر خاطر هو راه السكر مش باهي ما تعرفي مرض امن دونك نردوا بينا من السكر هذه حلوة عندنا الفريز فيه سكر دونك يزي يزي من السكر دونك نحطوا نحطوا الكريم في الفيغين مولوتا من بعد اللونغ دو شا نحطوها في وسط الجو دو فريز ومن بعد كيف كيف نعملوا فرشه بفرشه وبيناتهم يبدا شويه فوزخ ونخليهم في الفريجيدير حتى يشدوا رويحهم بالكدا اش قولك خاوت والله انا عجبتني حكيت تيراميسو فريز بيستاشي ولواش نزيد خلينا برشة بالبيز الفريز يبدا قارص لوقته وقته توا في وقته توا يبدا حلو سبحان الله ميرسي شيف على النصائح هذوما الكل على لي غوسيت سورتو توا العباد يحبوا على حاجة كيما هكا بعد رمضان ميرسي شيف دالي غدوة غوسيت جديدة هكا يتحول غدوة لا في لا فارينة لا سكر لا فرشة بفرشة لا فرشة بفرشة فرشة واحدة غدوة فرشة واحدة ميرسي شيف يعطيك الصحة دوما احنا مازلنا معاكم حتى نص النهار بعد شوية نوتخ انفيتي أمين بن صلاح يكون موجود بحذنا نحكي ورياضة مقطوعة باش نهزكم للكندا للناس اللي يحبوا يقراوا بالنسبة للشباب اللي يحلم بالعيشة في كندا ويتمنى يخدم ويستقر فيها ويكي أكاديمي توفر لكم دي فورماسيون فيها 11 شهر فيهم 6 أشهر قراية في تونس وستاج في كندا على 5 أشهر معناها من أول نهار يبدأ يقرأ فيه بلاستو في مونغيال تقعد تستنى فيه دونك فما تقرب منحة دراسية وتتحصل على شهادة كندية في السياحة البيئية رعاية المسنين الصناعات الغذائية وبرشا اختصاصات أخرين فما كان 50 بقعة فقط متوفرة عبر مناظرة وآخر أجل للتسجيل نهار 15 ماي دونك باش تزيد تعرف أكثر معلومات ادخل على الباج فيسبوك ويكي أكاديمي ويكي كما تنطقوها دونك WIKI أكاديمي على فان إيغريك وإلا توا تطلب 52 902 00 52 902 00 00 ومن كندا ديريكتومون نتعديو للقسم الرياضة أما توا فاصل نرجعو لكم
لو ماك دو ويكاند. مرحبا بكم في لو ماك دو ويكاند. زلنا معكم حتى كشي نص نهار. نرحبوا بشرى سعيد من قسم الرياضه. بونجور يا بشرى. بونجور بونجور. ايش محويت ليسمون فينال كل والله لي بيس انت سافا؟ الحمد لله الحمد لله. الوغ حفله اليوم عندنا برشا مباريات. شيخ اليوم ديجا نقصت انا نقصت لوروب ما درتش بيه معناتها تيلمون فما اليوم ما تشويت. اي وبلوس الطقس اليوم تاع واحد يتفرج اللي الحق تاع يتفرج مش يعني مش يكور. لا لا يتفرج اي دونك شنو عندنا اليوم؟ بيه دونك اليوم شنو عندنا؟ البروميير بارتي نتاع الجوله الثالثه من مرحله التتويج من البطوله الوطنيه. فما زوز ماتشويت. الماتش الاول ماضي ثلاثه السي اس اس واتحاد بن قردين في الطيب المهيري. تحكيم هيثم جيرات. حكم الفار نلقاو امير الوصيف معه مروان سعد. المباراه هذه باش تكون منقوله على قناه التاسعه. والماتش الثاني ليتوال يستقبل الاتحاد المنستيري الاربعه في اولمبي سوسة. الحكم وليد الجريدي وحكم الفار امير العيدي تلقاوها على قناه الكاس. غدوه يا خولي غدوه عنا ديربي. غدوة عنا الدربي. غدوة دربي العاصمة بين توحشنا الدربي على خاطر البارتي معناتها بالبروجرام الجديد نتاع الشامبيونال لعبنا دو بول وكل ما شفناش دربي. اوغوزمون تعداو زوز جمعيات باش رينا تويكا الدربي. دونك في البلاي اوف في الجولة الثالثة عندنا النادي الافريقي يستقبل الترجي الرياضي التونسي الأربعة في ملعب حمادي العقربي في رادس. تحكيم محرز المالكي اسماعيل ايمن يوسف الجمي كريم الخميري وحكم الفار يوسف السريري ويساعده محمد بكير. دونك علاش ديما نحكي ونقولوا على الحكام ولا على خاطر هما اكثر حاجه ولات تعمل مشاكل. قبل شكون باش يلعب شكون باش يريني المدرب موجود ولا معاقب مش معاقب شكون مضروب شكون ليه ولا نسالوا على الاربيتر. دونك الاربيتر محرز المالكي الحقيقه معناتها اثار عده انتقادات من زوز جماهير نتاع زوز جمعيات على لي ريزو سوسيو بيان سور معناتها يحكيوا عليه وكل. احنا حابين نعطيهم شويه معلومات على الحكم هذايا. هذه تسع مباريات ليه الموسم هذايا. ظفر مباراه واحده للنادي الافريقي في الموسم هذا في المقابل ما ظفر حتى مباراه للترجي الرياضي التونسي. هو انضم للتحكيم في 2009 ولا دولي في 2019. ادار للافريقي ثلاثه مقابلات في مسيرته الكل. افريقي فاز فيها في مباراه واحده وادار للترجي زوز مقابلات فاز فيهم الزوز. ويعتبر هذا اول دربي ليه في مسيرته التحكيميه بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. جوست قبل ما نكملوا من الشامبيونا نفكركم بالترتيب. دونك عندنا الترجي في المركز الاول بتسعه نقاط، النادي الافريقي المركز الثاني سته نقاط، النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستيري خمسه نقاط، النادي الصفاقسي ثلاثه نقاط في المركز الخامس، والمركز الاخير اتحاد بن قردين بنقطه واحده. بيه ميرسي بشرى. نتعادل الانجيبر اللي تلعب الفينال اليوم. فوالا اليوم عندنا فينال. دونك هذايا اول فينال اونس جيبر في تورنوا نتاع 1000 بوان. دونك حتى جيسيكا بيغولا اللي تلعب كونترها هي 14 كلاسي في المونديال مون معناها هي اول فينال ليها زاده في دوره هكايا تورنوا هكايا. دونك اي وحده باش تهز فيهم باش تكون ان شاء الله اونس هي ما اي وحده باش تهز فيهم تكون لها اول تورنوا دو 1000 بوان. وهذه ثاني فينال الاونس جيبر في 2022 بعد اقل من شهر خاطر مازال عندها اقل من شهر. لعبت الفينال نتاع تشارلستون التورنوا في امريكا وخسرت مالوغوزمون. ان شاء الله السنه تربح. جوست نفكركم الماتش هو ابارتيغ من 6:30 اما ينجم يوخر خاطر مربوط بالماتش اللي قبله نتاع جوجوفيتش والكاراث. دونك هذايا ان شاء الله بالتوفيق الاونس جيبر ان شاء الله مربوحه. هي راهي اول عربيه وافريقيه تعديت الفينال هذي. دونك تخيل وشوف الفرحه اللي فرحوا هيلا. تخيل كنت تكمل معناتها تهز اللقب هذي ان شاء الله يا ربي. ورجعنا لرابطه الابطال الافريقيه. عندنا برشا من اللي خرجوا لليكيب التوينسا ما حكيناش عليهم. تعدينا تويكا للدومي فينال. دونك عندنا يتلعبوا اليوم الماتشويت نتاع لالي. ماضي ساعتين عندنا بيترو اتليتيكو يواجه الوداد المغربي. بيترو الفريق عمل مفاجاه السنه وصل ادوار متقدمه واقصى ما ميلودي سان داونز الثمانيه. المواجهه باش تكون مصريه جزائريه بين الاهلي المصري حامل اللقب في النسخه الفارطه ووفاق السيف الجزائري اللي نتفكروا كل اقصى الترجي الرياضي التونسي بعد مباراه الاياب اللي خسر فيها 1-0. انا جوست نحب نفكركم موعدكم الرياضي الجاي عندنا فلاش ماضي ساعتين وبعدها عندنا ليميسيون تاع زميلي امين جلنزا.
دونك بعد شويه مع امين جلانزه وغدوه زاد كالعاده نرجعوا في المكدي ويكاند وغدوه اي مزار وغدوه كالعاده تلقاو الرياضه زاد في المكدي ويكاند. ميرسي بوكو بوسره سعيد. ميرسي بوكو. احنا مازلنا معكم حتكش نص نهار بعد شويه يجينا نوتر انفيتي امين بن صالح اللي كما قلت ياسر تعاطفتوا معاه في براءة ناش تعاطفتوا معاه ولي غوسي تفرجت انت تفرجت في الحلقه اللي خرج فيها تفرجت فيها بعتنا رايكم بعد نقولكم احنا شنو السؤال؟ تعاطفت معه ولا تعاطفت معه؟ عادي تنقلنا بعد عليه. دونك بعد شويه نحكيو على نرجعوا على دوره في براءة وعلى على الكارير نتاعو دو فاسون جينيرال. دونك فاسون نرجعوا لكم في الماك دو ويكاند. لو ماك دو ويكاند عسابتكم جديد هذا الماك دو ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا معكم حتكش نص نهار ويلتحق بينا نوتر انفيتي امين بن صالح. عسلامة امين. عسلامة وعيدكم مبروك. سنين دايما مرحبا بك امين. اش نحويلك؟ الحمد لله. اش نقولك في الطقس؟ اش نحويلك؟ اش نقولك فيه؟ اي اليوم قمت خرجت من الدار قلت شنو رجعنا في جانفي رجعنا في جانفي. كيفاش تعدي ويكاند نتاعك دابيتود امين؟ خلينا نعرفوا عليك شويه لي زابيتود نتاعك. بون تو ديبان جي مون ريتم جارد مون ريتم حتى في الويكاند وسط الجمعه معناتها ريتم ما بوتيت ديسيبلين اش معناها شويه سبور صباح voilà je prends mon petit déj في عقلي في عقلي ركز ماكس ماتينال في الويكاند مانيش ماتينال برشا تصبح حريق دونك ديزولي قايمنك بكري اليوم مي نو صباح 11 ما صافا اي بي سينو اون جورني كوم لي زوتر كان عندي قضيات نعملهم سينو لي ديمانش جينيرالمون نفطر مع الدار نتلموا عائله الكل في الدار وينك دونك فما نظام فما ديسيبلين تعيش بالديسيبلين منظمه في حياتك نحاول مش في مون ميو مش في مون ميو اون في كومون بو دون سبي ساعات حتى ديسيبلين تاعك تبدا تحاول منظمها ما يفرح سهيلك معناها تدخل دون سبي كيفاش معناها شنو الحاجات اللي قلقوك معناها اون ديبون دي زوتر دي فوا رونديفو مثلا يتوخر حاجات كيما هكا مثلا اي وي معناتها هو حاب يقول لك يكون منظم حياته سي بون اما فما ديما شكون يبلبز له النظام نتاعو مش بيدو هو هكا ولا حبيتك تديفلوب ما تحبش حبيتني نشكي لك شوي حسيتني حبيتك ما حبيتش انت بو سي با غاف دونك تعمل سبور نذكر اللي انت على باز كنت عارض ازياء مازلت ساعه تو ديفيل ولا لي ديفيلي الحق لي نقصت شويه خاطر توا لي دو ديرنيير زاني ما عادش فما لي زيفينمون لي زيفينمون دو مان توا بديت ارجع شويه باش نجيك في السود بور اون بروميير سي اون بروميير و دونك مازلت تحب تو ديفيل سات انتيريس ولا ما بديت تبعد شويه على بلوتو هكا دي فوتو معناتها ولا اكثر Mais je préfère être invité au premier rang puis les défilés. voilà, tu aimes invité ou pas. Tu aimes invité, mais tu aimes tu défiles. Sinon, les mazelt en tant que notre sur Instagram, mazelt tu t'amènes des tu poses encore. Bien sûr. Sawr ou kol, mazelt. Ça mazelt, yani le monde هذا t'intéresse, mazelt. Ou alors tu aimes شويه بشويه تتخصص كان للتمثيل. خاولة la mode, la mode m'a eu un grand impact sur ma vie. Ça m'a changé totalement ma vie. كيفاش تخاد الموند نتاع لا مود جوستمون بزهر هو بزهر حق ما تستي ان بيور اكسيدون كيما زيد في التمثيل بزهر دخلت التمثيل احكينا على الموديلينغ ومن بعد نحكيو على التمثيل على المود في الليسي ما تستي تو جون وكل شيء و ان 2008 دونك بداو يحضروا في لو فيستيفال دو لا مود اي ديزاين دو كارتاج Donc Salah Barka qui est dans l'organisation, Madame, bon, si tu laisses, comme Afif, je pense Afif Jenifien ou elle, Hani Abdeslam plutôt. Hani, plutôt Hani, Hani Abdeslam. Donc une amie m'a proposé de passer le casting, je suis tardé le casting, et puis ils ont fait des sélections au Kouchaï et j'étais parmi les mannequins. دوك انا قعدت بيت قلت زعما شي علي علي ما كنتش اون سنتين دو علي دو 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 بو غارسون دونك في باش يختاروني انا بينيت معناتها سا مارشي اي دوبوي معناتها جو مسوي في دي كونتاكت جي رونكونتري دي جون اغريابل كي مون توجور بوسي فيغ لو هو اي
j'ai on a beaucoup appris بالحق معناتها que ce soit انا ولا اصحابي qui avaient معناتها qu'ils avaient mon âge وتعلمنا برشا من الموضه وتعرفنا على برشا عبيد هي تتصور حالت لك البيبان للتمثيل اكيد اكيد forcément forcément كيما قلت لك اقرب لي الميكرو شويه مينا toutes les questions de relationnel des fois Et donc j'ai rencontré des gens معناتها qui m'ont plus ou moins orienté alors des artistes et des sculpteurs et peintres grâce à la mode on a créé une fusion entre mode et art madame Mariam Boudarbela qui était à un moment officier des arts et des lettres donc amalna haka معناتها une fusion entre un collectif d'artistes et le podium de la Fashion Week. Donc le maquillage est hakeka بالصدفه والتمثيل امين. حبيت عليه ولا جاب بالصدفه زيت؟ التمثيل انا حبيت نقرا سينما. وش قريت انت؟ انا عملت gestion de commerce. من الاول عملت gestion hôtelière. بعد je me suis pas trouvé dedans, je me le. عملت gestion de commerce et puis j'ai eu un déclic à un moment, قلت انا نحب نعمل معناتها سينما. Je voulais partir aux États-Unis au Kulchay. Bon, waqta j'étais très jeune, aïla ma كانوا pour 100% ضد السينما. Les moms ضد السينما, mais ils sont cinéphiles au Kul. C'est une aventure un peu floue, فهمتني, تخاف شويه. Un jeune هكا qui prend un risque de tout plaquer, معناتها d'aller très loin d'ici, معناتها c'est un peu une aventure. Donc حابوك تكمل في الدومين نتاعك. اللي هو مش دومين نتاعي مش باسمي هو الدومين اللي لي يعني الدومين اللي جيستيون معناها الدومين اللي قريت فيه يعني بلوس سيغ اي يا اخي من بعد تعرف شو عملت كبشت شديد صحيح اي دونك شديد صحيح حتى لين عرضتني لوبورتينيتي Et puis on m'a proposé de jouer dans une série qui n'a jamais vu le jour. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Parmi mes habitudes, بعد القراية كنت ديما نمشي قبة الهوين ونقعد نتفرج في العباد يعملوا في كايت سيرف وكل. في الهواء. ما عادش من فما قبة الهوى توا. ما عادش يمشيوا لها. هذوك كنت نتفرج فيهم يعملوا في كل شيء اسمه كايت سيرف ولا قالوا لك جمس ليه عاد يا اخي عرضتني اون رياليزاتريس اسمها فيتن جزيري نحييها على الاخر اي دونك يافي ان فيولونيست معاها وكل فيدو فيولون ما عليهم معناتها سيتي ان تابلو دونك إلي فينو فيغ موا والله قالت لي معناتها راهو جو شيرش ان بروفيل كي تو ريسومبل على الاخر بور ما سيري ما هذه بالحق عرضت هذه بالحق عرضتني قال عرضتني واللي دوخ اكثر انه فيت مشيت معاها بعد معناتها البيرو نتاعها باش نشوف بلوز او موا البلوت السكريبت وكل شيء وين اي دونك قالت لي هو الفيولونيست باش يعمل لي الموزيك نتاع البروجي وين وكاين ان كران بروجي خساره كي نا جامي فيو لو جور على خاطر كانت باش تكون فما خمسة تي في تلفزة جيت باش تتعمل يا اخي ما عادش فما مع الثورة مشيت دوك هذي قبل الثورة هذي قبل الثورة دوك من وقتها بديت تخمم في التمثيل اي دوك الا ديكلونشي شي موا بدينا نمثلوا احنا معنا سي كامل تويتي زاد وكل وقتها و امنا جزيل نحكي برشا Je crois que tout ce que l'esprit peut voir ou concevoir, l'être humain peut le réaliser. Tu as vécu dans un environnement là où on n'a pas le droit de rêver forcément. Avec toute ta passion et toute ton âme, en fait, voilà, c'est ça, en fait, Très spécial. Le portrait
نتاع لو بيرسوناج اللي انت باش تاع لي زاكتور نتاعها ومن ومن لو بيرسوناج يشبهلك بيك اون ميش روبيل كنت عامل بوك دوغي دونك من غادي كبدات الانطلاقه من وقتها بداو لي كاستينغ تمشي كنت تمشي لي كاستينغ ولا كيفاش ولا ديما بالصدفه زاد يشوفوك يعني فيت بعد جات الثوره قص كل شيء قعدت في دخلت في دوت كبير برشا الى ديكلونشي شي موا معناتها حاجه وما تحققتش دونك جتي معناتها جو سوي باسي دان معناتها دان ايتا ديسبري تري بيزار عملت كل هكا وكل جي سومبري دون مي بونسي لي بلو سومبر ولا جي لي بلو بروفوند بلوتو علاش خاطر لو بروجي ما مشاش حلمتك ما بو بوفوار معناتها اسكو سيتي معناتها جو مي سوي بوزي دي كيستيون باش نلقى petite crise existentielle. Des, hey, des réponses. Mais je n'arrive pas à ce que c'était ma vocation. Elle zhar ou fait la radio. Donc j'ai commencé. J'ai commencé à croire à la synchronicité. Elle dit ma femme a fait ça et t'as d'abord zhar. Oui j'ai zhar ou sir zhar. Yehi bad. Voilà où il me propose des courts métrages. Donc j'ai trop joué le vilain les courts métrages les premiers courts métrages. Donc comme dites le personnage le vilain et Cheryl qui m'a chauffé que fait Oulid Moufida plus ou moins. Moi Cheryl qui a toujours un côté tendre. Elle m'a dit pas vilain mais un être humain réel. Un doubé ou un doukhaï. Et puis donc dites les courts métrages au Kouchaï m'a pas dit que Aoudet Taslat Bey a fait un jazili pour son premier film. Officiel, ma haute image, Esmo Éveil. Donc ça raconte l'éveil spirituel d'un jeune artiste photographe. Et ça résume plus ou moins mes l'état d'esprit. Et Au bout de ça, j'ai fait le casting casting. Voilà, donc la première fois, on a rien qui fait le casting, on a fait le casting. Donc j'ai fait le casting, comment ça a été fait le semi-fairy dans le مسلسل. اوكي دونك او الحاجه الباهي معاك امين سي كو في الثلاثه ادوار اللي شفناك بالحق فيهم يعني ادوار مختلفه كومبليتمون دونك هوني نشوفوك طالب زيتوني هكا والجبه وفقه ودين وكل دونك محليك في الغول هذايا دونك محليه هو الغول محليه خساره ما كملش femme possible femme zama suite je sais pas ama c'est un projet qui a mis en valeur plus ou moins un côté un très beau côté une très belle époque tunisienne on a mis en valeur aussi les ruelles de Tunis la Halloween ou Kulchaï un grand projet وش خاص كان يعاودوا يرجعوا له ولا يكملوا معناتها يعملوا لنا هكا دي حاجه في دون لو ميم ستايل دونك كيفاش خديت الدور الوغ بعد الفيلم هذاك تعاد في لي جي سي سي وبعد لي جي سي سي عمل ان فيستيفال ا غلاسكو il a eu le prix du jury dans un festival de film à Glasgow en Écosse où le directeur casting Moutia Donc il m'a contacté, il m'a dit qu'on a un rôle à te proposer dans Tej l'Hadra. Mais l'oul, chef de Dawar Hamouda, c'était ça le rôle. Mais l'oul, c'était le casting. Sur le rôle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu? Est-ce que les personnages t'ont fait un peu? Bien sûr, c'est un aristocrate. J'ai pas du sang bleu. Il y a le reflet bleu. C'est le reflet. Sinon, en fait, il est censé être académique comme toute sa famille. Mais il a choisi un parcours un peu différent par rapport à sa famille. Et donc, ça me ressemble un peu, Philippe. Oui, d'accord. Qui m'a le rôle de Damela Lakhrini Tabara. Oui, exactement. Point réveillé, Yann. Femme Fark. Jean Fark. Jean Fark. Femme Fark fait la construction du personnage.
معناتها كيف نشوفوا كريم هو كيفاش وشنو وضعيته ونشوفوا حموده هو كيفاش وشنو وضعيته فاش يعمل ils ont pas plus ou moins les mêmes vécu donc c'est ça la différence لي لي جوست اللي هما اختاروا ثنايا اخرى كو عائلتهم يعني هذا هو جوست هذا وكريم في شنو يشبه لكريم دونك فوالا نرجع لدورك في براءة العبيد تعاطفت معاك فما زاد اللي تقلق من البكي والدراما اللي عملتها زيدا دونك اسكو انت هكاك في الدنيا يعني كي تحب تكبش شي كلمه هي قالت ما باسيون بوتيتر كابش دافي بيرسيستون ليتر دامور و اه ان تيرم دامور و كل شيء معناتها ان تيرم دامور نحكي اي في الحب اي سينون سو سري دو غاشي بور لا جانت فيمينين كان كان شنو كان ما كباش كما كباش عدو الحق مي نو مي نو زيد ما نوصلوش لل هو ان فيت كريم علاش كان يكبش هكاك باسكو لا بيزوان دابارتينير لا بيزوان ديتري مي اي سو كرو ايتر امورو مي ان فيت اي سو كرو ماهوش امورو ما يحبهاش تحس ما يحب توفي في سما انت مش في بالو يحبها مش في بالو يحبها alors que non هو الى بيزوان حدك يقولها نحبك و برانسيس دو راشنو سي كوم سي ايل اسبيري افوار دي كومبليمون اون روتور Bon, c'est un peu philosophique. C'est tout, mais en réalité, ma famille, l'histoire d'amour, je me Oui, en fait, il cherchait à se ressourcer peut-être d'elle ou elle a trouvé. Bon, ben les gens qui ne comprennent pas le français, ben les gens qui ne comprennent pas. Mais moi, فسرهم بالعربي. نحكيو نحكيو حب العربي خاطر نحكيو شو برشا حب العربي. حكينا حكينا بالعربي. كيما لا. ذيك كان شيء في كاش الحضارة. لا. أكيد بتجي. أم بليس كتبنا عليه وكتبنا إله وحكي قلتنا إله تخب العربية اللي فيها شوية أغلاط والعبيد لي معليك في. شو اللي معلي برشا. العبيد. أما سيتي سيتي فولو. في الليتر في الليتر الرسالة اللي عطيتها اللي بعثتها البيا تحكي لها بالعربية وعلى مشاعرك وأحاسيسك وكل دونك اي احكينا بالعربي شوي اللي بالحق هو يلا في ان افور كبير برشا معناتها باش يعبر لها على حبه حتى وكان معناتها كان عنده نيفو بلوز او موان مش متطور ياسر في العربية مش متضلع برشا مش متضلع في العربية برشا شفنا اللي عمل مجهود كبير باش يعبر على حبه وعلى سا باسيون وما مشيتش مش ما مشيتش سي دي شوا هو في الاخر ما يحبهاش مي هو سا تورن اوتور دو ماتيرياليزم هي معناتها لا بريفيري الراجل شايب على خاطر الفلوس معناتها وهما عائلته ما قبلوش حقيقه طفله على خاطر الوضعيه نتاعها زاده احكي معايا تو تورن اوتور دو ماتيرياليزم كل شيء يدور حول انا قلت لك احكي لي على الحب احكي لي على الفلوس هي حبت شويه رومانتيزم حبت شويه اي سي امبورطون بالحق اي سي امبورطون مهم ياسر نحكيو في الحب العربي بالحق نحبوا بالعربي باش تونس يستانسوا يحكيو بالحب اي فوالا دونك فاصل صغير ونرجع نحكي معاك هاني بن صالح لو ماك دو ويكاند عسلامتكم جديد في المكدي كاسكيتي خير رجع مرحبا بكم عملوا فيك في الاوف امين والله يخليك تمغي كاسكيت والله فوز تري اغريابل ميرسي بوكو ما بوار parmi vous هكا كل عايش نحبك تنحي الكاسكيت باش برشا بيت ما عقلوكش برشا بيت ما عقلوكش في الليل وبوزيو عايشك ميرسي فضلك ميرسي امين دونك كنا نحكيو على الحب في براءه في شنو يشبه لك كريم خسارة احنا شفنا امين بن صالح في قصة حب كان في براءة وقصة حب مش ناجحة برشا فوالا شفنا ما شفناكش في قصة حب أخرى وي سا مو في بوزي دي كيستيون عليه زعما سا مو في بوزي زعما هو شاكان ام سا فاسون كل واحد يحب بطريقته دونك فماش حب غلط وحب صحيح انت فاهمني دونك ما لازمنيش نتصور نتعلم نحب باش نمثل نحب خاطر الكلنا نعرفوا نحبوا نتصور مش هكا اي ما سا فاسون انا سا مو في بوزي دي كيسيون علي شفنا مين بصالح كان في قصه حب هذه ما يسالش به ما رجعي ما سي لي ديبي زي دابا تخواز مازالو كان تخواز اكسبيريونس دونك مازالو ان شاء الله نو مو جي 8 ans dans le domaine il y a ni trois expériences ni chien on va dire voilà ou شفنيك بالقدي فيهم اكيد اكيد هذوما اللي تسميو بالقدي عليك اللي نتصور هكا ولي نتصور في كل ابارسيون راهو تبارك الله يعني العبيد فما غدو وكل يعني هذوما انت عملت دي كور ميتراج اخرين من تصور هذوما اكثر حد مسوا البوبليك وي
اكثر ادوار مسؤول هذوما اكثر ادوار مسؤول بيبليك على خاطر خاطر سي لو بيتي اكران يقرب برشا للفنانين يعني ان فيت هو مي بروجي مع الحوار التونسي حلوني للكون بيبليك وكل فما دي بروجي ان كور وي جو سوي ان بلين بريباراسيون pour un pour un court métrage Z un thriller psychologique quel volet alors le plus ou moins mais un très grand volet de la manipulation et puis de la possession ou l'obsession et surtout le gaslighting. Gaslighting, je ne sais pas comment parler. Gaslighting, c'est une technique, voilà, pas une technique, mais un thème de manipulation très avancé. D'accord. Comment donc, faire douter la personne d'elle-même. Donc, le manipulateur, Yann. تقدم في لي بيرسوناج ان بو فيلان شوي علاش فيلان هو سي دي بيرسوناج كي اون فورسيمون ان فيكو سيغتانمون كي اون ان فيت سي بوتيتر كوم ديزي شكون بوني اند كلايد دونك كوم ديزي كلايد سي لا سوسيتي كي ما ابيمي Ah, ma mouchée, l'autre je parle pour les personnages. Les personnages. Donc, il faut se poser des questions et se dire pourquoi il est comme ça. Mm-hmm. Le personnage, mouchée. Je suis un acteur. Mm-hmm. Et l'acteur, aussi bon qu'il soit dans son travail, mm-hmm. il n'est que interprète. Bien sûr. Mais il crée du sens, il interprète. Mais il crée le sens. Donc, comme dit, je te dois t'as suivre, voilà, fais la marche. Charles, fille Tawa en lecture, et puis en construction, le personnage Berah Sahat, le contrat au Kulchaï, donc Nabdeo Inch'Allah. Donc Nabdeo Saour, Inch'Allah, en juin. Mais, ou d'ailleurs, que Fibara, à Tsar, mais elle fait ma juste traîne, et tu dis d'un alcool, que je traîne Fibara, ou elle a fait d'avoir le personnage. الحق انا ما عنديش فكره كبيره شكش التبسمه بتاع ما عنديش فكره كبيره وتبسم عنده فكره اما ما يحبش يقول لي كنت تتحبذ انك تخدم على دور عزيز جبيلي خاطر قالت يعني اللي على باس كان هو دورك انك تكون ولد والناس شكون شان تخير انت كان جاو عطاوك الاختيار اوكي بيان سور هو المخرج اللي اختار Ah, mais tu comptes te trahir. Tu as eu ta réponse. Dans ta question. Sachant que quand tu as une expérience, tu as eu une مع un réalisateur canadien اسمه Patrice Sauvé donc mm-hmm. c'était une adaptation d'un roman de Ingrid Falaise qui parle de la اسمه le monstre hey. donc qui parle de la violence conjugale mm-hmm. et on s'est retrouvé dans hey, on s'est retrouvé dans Mouchenou Aziz Marsi Lélé Nar فهمت نترجم انا معاك نترجم donc احنا نمثلوا اصحاب في 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 السيري هكا اش عملت انا اش عمل هو وكل شيء وكيفاش تلاقينا غادي اي بوي اون سي ريتروفي انكور اون فوا في براء وما كنتش انا في براء الجمله وهو كان كريم باغ كونتر كيمشي مثل كريم كريم دورك انت دونك انا جي بري لو تران ديجا ان كور وخلطت على البروجي اي هما ديجا هو بدا ديجا في طليل اي بوي ابري انا جو نو في با سامبلون جو سوي با معناتها اكتور دو فورماسيون Je ne suis pas comédien,
trained وكل شيء عملت معناتها كل دو تياتر pour faire semblant في نهار ولا اربع ايام في سافيسا معناتها نولي ممثل ممثل لا لا مش نولي ممثل ممثل معناتها جانتربريت ان بيرسوناج لازمني وقت pour le vivre على خاطر انا je veux vivre et je ne veux pas faire معناتها semblant هما زوز حاحره on a le droit de faire semblant et de garder معناتها notre propre touche personnelle et nos traits de caractère في les personnages qu'on joue mais moi je vis mes personnages وهذا يطلب وقت دونك انا كي خديت التران ديجا en cours c'était un risque قلت من الاول ساوسن قلت لها ساوسن جمني قلت لها انا توا جو بران سو ريسك معاكم ونحاولوا قالت لي انا جو سوي سور اللي راك يعني في الاول تخاف كنت متخاف لا مش متخاف هي مسؤوليه معناتها سي ان رول معناتها برينسيبال وطلبوني قالوا لي غدوه تصور وكل شيء سي با فاسيل بور بيرسون هي معناتها ناتالي بورتمان بور بلاك سوان لا في معناتها ما كانش تعرف تشتح جمله فوزي بالجامي معناتها البالي خديت لي كور وخديت حتى لو دونسور عرفت بي 10000 اور الا في 10000 اور وانا نلقى روحي معناتها جي مي بروبر بروجي خديت لوسكار بالضبط خديت لوسكار مي بروجي بيرسونيل وكل شيء وكنت غاتس وعندي عيشه معينه نلقى روحي باش نمثل تاكسي وكل سايبه معناتها انا سؤالي ما جاوبنيش عليه كنت تخير دور حتى نحب نهرب شي 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 ولي وزي مزيت لي دقيقه اون بليس جاوبني قولي قولي دونك جو بونس لا لا انا فرحان على الاخر بالبروجي الكل وبالسكسي نتاع البروجي وبالسكسي نتاع البيرسوناج نتاعي وبالسكسي نتاع عزيز في البيرسوناج نتاعو فهمت وانا فرحان على الاخر اللي عملت كريم باسكو سيتي كور اي انتنس فهمت وجاي خير انا نعرف معناتها اللي جاي خير سا سي سور جاي خير نلقاك ان شاء الله في دور امور مره هذه ان شاء الله ما قلت ما عندكش دي بروبوزيسيون مي با تري بوزيتيف ما لي ريلاسيون تري بوزيتيف ما فيهمش برشا تري برشا لي جينيرالمون فاميش دي امور بوزيتيف في الدراما عندك الف حق في الدراما عجبته الدراما قلت في الدراما في الدراما جينيرالمون فامي شون رول بوزيتيف ان امور اللي تعرفه ترى اي لو سوفور ولو انا هاو مثلا عطيني حتى ان فيلم اترونجي عطيني لو بوزيتيف هكا ديما متفاهمين ديما راسيونيل ديما متفاهمين الامير والاميره نحكيها ما فماش افلام بلانش نيج مش بلانش نيج اي اللي سيتنا فماش ديما ماجيك ديما فما ما فما مشاكل كامل حتى في كي بيمونت لا ريلاسيون هذيك علاش في الحقيقه زاده لازمنا نقبلوا لا ديفيرونس دو لوتر باش نجمو اون في اون سينيرجي اون كومبليسيتي وحدا كان فما شويه عرك كل مره واحد هكا يعني اب اند داون واحد يطيح جنجلو حبيت نسلك على انستغرام زاده قبل ما دونك انستغرام با تري اكتيف ما توريش كل شيء سور انستغرام با دو تو با دو تو ساعات كيف نبدا هكا اون كولابوراسيون كنت امباسادور وما زلت امباسادور مع ألبرتو مانزي une marque de lunettes solaires donc il y a une table de quelques collaborations exactement une table de quelques le خدمة بتاعك mais sinon des portraits d'acteurs هكا des mises en shooting les shootings يعني voilà c'est un compte professionnel on va dire l'اكثر منه يعني ماكش وني شتوالي انا وقتاش مشيت سال دو سبور ولا شي quotidien ولا ولا وين مشيت مش يسرا اي كون شي بوين ديت صاحبي زلق شي طاح نصور هكا داكور ميرسي بوكو اميتي صالح يعطيك الصحه ميرسي اللي جيت بحدينا الكلام شيق معك يعطيك الصحه ميرسي بوكو البنات ميرسي امنا ميرسي روسي احنا نتقابلوا غدوه ميرسي بوكو على العباد الكل اللي تابعوا فينا واللي ديما يشجعونا وان شاء الله نكونوا ديما في حسن الظن في سوينا ومي بارتنير زيد ونوروكم ان شاء الله نجيوكم ميرسي ان شاء الله ديما تجي بعدنا مرحبا بيك وان شاء الله نشوفوك في اكثر من اكثر اعمال ان شاء الله رمضان ولا من غير رمضان ميرسي بوكو شيماء الملكي في الاعداد ميرسي بوكو